السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نقدم لكم فقرتين. الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، وأيضا نقدم لكم مجموعة التمارين الصحيحة والخاطئة على أساس تستفيدون منها بشكل صحيح من خلال الفقرة الثانية. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن عملية اللي هو اتباع الحميات الغذائية أو النظام الغذائي، طبعا في أنواع خصوصا في عصرنا الحالي. عندكم مثلا الكيتو، الصيام المتقطع، عدم استخدام الكربوهيدرات في بعض أو تقليل الكربوهيدرات في النظام الغذائي، أو الاتباع أو الاعتماد على الدهون في النظام الغذائي والبروتين. طبعا هذه كلها تختلف في أنظمة الغذاء، طبعا هي ما هي خاطئة ولكن تختلف من شخص إلى آخر، ولكن دائما يفضل ان النظام الغذائي يكون في جميع انواع الغذاء، بمعنى الكربوهيدرات او البروتين او الالياف او الفيتامينات او المعادن، لان كل وظيفه من كل نوع من انواع الغذاء له وظيفه معينه ويخدم وظيفه معينه في الجسم. فاذا انت اهملت مثلا الكربوهيدرات راح يكون عندك نقص في الكربوهيدرات، إذا أنت أهملت الفيتامينات أيضاً راح يكون عندك نقص في الفيتامينات، ونقص في الفيتامينات راح يسبب لك أمور سلبية كثيرة أيضاً بالنسبة حق الكربوهيدرات. أول شيء نبي نتكلم على سبيل المثال على نظام الكيتو. طبعاً نظام الكيتو نظام يعتمد على الكربوهيدرات والدهون، عفواً يعتمد على الدهون والبروتين وإلقاء الكربوهيدرات، بمعنى يلقي الكربوهيدرات نهائياً من النظام الغذائي. طبعا الكربوهيدرات لها وظيفه كبيره في الجسم. اول شيء راح تساعدك على مد الجسم بالطاقه، وتساعدك على ايضا اعطاء الجسم اللي هو النشاط والحيويه، وكذلك تساعدك على زياده الحجم العضلي في الجسم. فبالتالي انت هني اذا لغيت الكربوهيدرات من جسمك نوعا ما صحيح راح يقل معك الطاقه، ولكن طبيعه الجسم راح يحول الدهون الى طاقه، ولكن يفضل انك تتناول الكربوهيدرات وعدم اهمالها. فبالتالي نظام الكيتو صحيح نظام جيد في بعض الاشخاص تتبعه، ولكن نوعا ما بعد فتره راح يحس انه متعب، وايضا يسبب اللي هو نظام الغثيان للشخص نفسه، لان نفس ما ذكرت لكم نسبه البروتين والدهون فيه عاليه. زين، بالنسبه حق الشخص اللي يتبع نظام غذائي ويلغي ايضا الكربوهيدرات من غذائه، ولكن يتناول جميع انواع الغذاء، يقول لك انا حاب انزل بوزني بشكل كبير على اساس ان الكربوهيدرات دائما تزيد الدهون في الجسم، طبعا هذا الامر خاطئ. انت تقدر تتناول الكربوهيدرات اللي هي سريعه الامتصاص عندك، وايضا عندك بطيئه الامتصاص، وايضا تتناول الكربوهيدرات باعتدال، بمعنى باعتدال او تتناول الكربوهيدرات الصافيه اللي هي تكون بيور، على اساس دائما هذه تساعدك على امداد جسمك بالطاقه، وايضا تتناول على كميات معينه. دائما يكون بالنسبه حق الكربوهيدرات والبروتين والالياف، دائما الجسم يحول الكميه الغذاء هذه اللي انت تناولتها الى طاقه وايضا استفاده حق جسمك. طبعا بالنسبه حق وظيفه البروتين يساعدك على استشفاء العضله وتغذيه العضله، كربوهيدرات تمد الجسم بالطاقه، وايضا بالنسبه حق الالياف تزيد من الالياف العضليه، وكذلك السكريات ايضا تعطي نشاط وحيويه للجسم، وايضا ترفع هرمون السعاده بالنسبه حق الشخص. يعني نفس ما ذكرت لكم لاحظ وظائف الغذاء. وايضا بالنسبه حق الفيتامينات والمعادن، اذا نقص عندك الفيتامين دي او الفيتامين اللي هو الف، طبعا راح تسبب لك امور كثيره، او الكالسيوم في جسمك ايضا تسبب لك الام في العظام. فانت هني حاول تعدل في غذائك وتختار النظام الغذائي اللي يشمل جميع انواع الاغذيه، على اساس ما يكون عندك نقص في اي نوع من هذه الاغذيه. وهذا كان موضوعنا اليوم ان شاء الله، اتمنى الجميع يستفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديده.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل. راح اقدم لكم اليوم ان شاء الله مجموعه تمارين اللي هي تمارين البوش اب او الضغط مع الجهاز الموجود بجانبي، راح يساعدني على زياده زاويه شد العضله نفسها، وكذلك تقدر تمارس هالتمارين تكون تمارين منزليه. التمرين الاول راح يكون كالتالي: تمرين عادي اللي هو تمرين الضغط، كل عارف التمرين نفسه، ولكن راح اشرح بعض الامور على اساس انك تمارس التمرين بشكل الصحيح. اول شيء طبعا راح انزل بهذه الطريقه، لاحظ تمرين الضغط، لاحظ طريقه او زاويه الذراع وايضا زاويه الرجل. زاويه الذراع بهذا الشكل، ما راح تكون بهذه الطريقه او بهذه الطريقه، لا فقط بهذا الشكل. انزل ايضا بالنسبة حق الأشخاص اللي ممكن يكون وزنهم زائد وما يقدر يمارس التمرين، أو الشخص المبتدئ يمارس التمرين بهذه الطريقة. لاحظ طريقة الرجل وطريقة التمرين. عدد الجولات تكون عندك 3 جولات إلى 15 تكرار. أيضا بالنسبة حق اللي هو التمرين، هذا التمرين طبعا استهدف لي عضلة الصدر، والحين راح استهدف نفس التمرين ولكن راح اغير طريقة الذراعين، فبالتالي راح استهدف عضلة التراي. لاحظ استهدفت عضلة الذراع الخارجية او عضلة التراي. الحين طبعا راح انتقل حق التمرين الثاني مع الجهاز الموجود معاي بهذا الشكل. لاحظ التمرين زاد لي زاوية أو شد لي زاوية أكثر الصدر، فبالتالي راح تكون عملية الشد أكثر معي. وأيضا مباشرة أثبت الجسم بهذا الشكل، مباشرة أحرك الرجلين. طبعا عدد التكرارات تكون عندك اللي هي 10 تكرارات مباشرة لمدة 20 أو 30 ثانية تحرك الرجلين، راح استهدف فيها عضلة المعدة. فبالتالي هنا عندك التمرين هذا راح يكون تمرين مركب أو مزدوج بحركتين في وقت واحد. أنزل بهذا الشكل مباشرة بهذه الطريقة. من بعدها راح أخذ أيضا التمرين اللي بعده، راح يكون كالتالي: أحرك الرجل بهذا الشكل مباشرة أيضا أحرك الجسم بهذه الطريقة. هذا ايضا نفس ما ذكرت لكم تمرين مزدوج، استهدفت عضلة المعدة زائد عضلة الرجلين. ابين لكم التمرين مرة ثانية بهذا الشكل مباشرة احرك الجسم بهذه الطريقة. عدد الجولات تكون معاك من 3 إلى 5، التكرارات تكون من 10 إلى 15. وهذا كان تمريننا اليوم إن شاء الله، أتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.